السلام عليكم، معكم علي الصاحبي ابن مدينة أكادير تيكيوين. الحمد لله مقيم بمدينة يعني في تيكيوين. الحمد لله أنا العمل ديالي هو في الميدان ديال السياحة في لازون توريستيك وفي الموسيقى وفي يعني دابا يعني بديت كما يعني الهوايه ديالي كما كتشوفوا يعني هي الطيور ويعني جميع الحيوانات. يعني وليت كان الحمد لله وليت يعني وليت كنعرف على حسب تجربتي يعني كيفاش نتعامل معها، والحمد لله يعني البدايه ديالي في هذه الهوايه هذه في هذا الميدان. يعني كنت كما بحال اي الناس يعني شريت واحد الكوبله ديال البيروش، واحد الكوبله ديال بيروش هي باش بديت. يعني كنت شريتها وبعد بديت كنتعلم منها وكنشوفها كيفاش كتاكل ويعني كيفاش اشياء يعني خاصها. بديت كنشري لهم العشاء حتى بدات كتولد ليا شويه، دوك الولاد بداو كيتزادوا عندي. شريت كاج اخرى يعني هذه هي البدايه ديالي. من بعد شريت واحد النوع ديال الاسماك حتى هما يعني لي بواسون روج. شريت الكيبي البلاك وبديت كنشري الكوبلات وبداو كيعطوني حتى هما الانتاج شويه. شريت اكواريوم، بديت اكواريوم ديال البلاستيك شويه، شريت اكواريوم ديال الدجاج كبير واحد شويه. بديت كنطور هذا الاكواريوم يعني في الديزاين ديالو، بديت كنعطي الافكار من عندي، كناخذ من فيديوهات وهذا وكنستافد من الافكار عندي شويه. وانت نشري عاود ثاني واحد الكالوبسي بديت كندريسي. من تما شريت الكالوبسي، شريت عاود ثاني الكوبله ديال لي زانسيبارابل. الزبرة حتى شريت فيها كوبله. يعني وليت كنفكر نشري كل انواع ديال الطيور اللي معروفين عندنا في المغرب، كنشري كوبله شويه بشويه. بديت يعني كنت كنخدم بالليل وفي نفس الوقت عند محل انا كنخاوي. بديت يعني هكا قلت بلاتي نطور هذا المشروع عندي الا كان نجح مزيان. وبقيت غادي في هذا المشروع هذا. يعني شريت هكا شويه ديال الطيور ديال البيروش، شريت 20 بياسه هنايا، 20 من المونداران، 10 لي زانسيبارابل يعني خمسات الكوبلات. بديت كنشري هكا شويه الحمام والحوت حتى هو وليت كنشري فيه. بديت كنشري الحوت ديال الماء سخون، الماء بارد، يعني شري الترموستا. وبديت هكا بديت التجربه بحال هكا وغاده مزيان الحمد لله. وكما يعني بديت كنشري الكونوبسي كندريسي واحد الشيء، وليت كنجيب بزاف ديال الكونوبسي كندريسيهم. دابا وليت في هاد البلاصه فين ساكن يعني وليت معروف بالكونوبسي. اول حاجه في هاد البلاصه فين ساكن في تيكيوين بان ليا ما كاينش شي محل انايا يعني حل، وبديت انايا حليت هاد المحل. الفكره ديالي ماشي هو باش نربح، يعني ربح النفسيه ديالي هو اول حاجه، وفي نفس الوقت يعني ربح الدراري الصغار كنصلهم. يعني كيدوزو من حدا المحل كيعجبوهم هذا المشروع هذا. يعني الدراري الصغار بزاف هما اللي كيأثيريو، يعني هما مازال ما عارفين كيما كيشوفوا الطيور والاسماك كيعجبوهم هذا، كيتمنى يكون عنده الطيور وهذا. والحمد لله يعني كان الاقبال، الناس بداو كيجيو عندي كيديو عندي خصوصا في ايام الحجر الصحي. الناس كيجيو كيشريو عندي الماكله ديال الطيور، هما اللي شجعوني ولا كيقولوا لي واش عندك اخويا هادي خصك تجيب لينا هادي وهادي. صافي وليت كنجيب لهم شويه السلعه الحمد لله، بديت كنجيبها بزاف كتباع ليا. ودابا راه الحمد لله ولا بحال قلت القوت ديالي دابا في هذا المشروع هذا وخدام فيه مزيان. الخدمه فيه كتخدم، دابا بقيت دابا خدام في هذا المشروع هذا وكنطورو باقي. دابا يلاه بديت وغادي كنطور فيه. وبالنسبه للانواع ديال الطيور اللي كتمشي عليا بزاف هو النوع ديال البيروش، لي مونداران، يعني لي زانسيبارابل، الكالوبسي. دابا الكالوبسي هما اللي معروفين دابا بزاف، اللي معروفين لهم الناس. يعني كيكونوا مدرسيين، يعني كنجيبهم انا كندرسيهم. بالنسبه للدريساج ديالهم ماشي صعيب، يعني سهل. يعني اي حيوان شريتي وبديتي كتوال، يعني كتوال معاه وكتعرف كيفاش كياكل وهذا، راه سي نورمال غادي تعرف كيفاش توال معاه. يعني وغادي يعني غادي تدرسي كما بغيتي انت. حيت كاينين الناس كيقولوا صعيب، لا ما كاينش شي حاجه صعيبه، يعني خاصك غير انت تعطيها الوقت ومن قلبك يعني. وهكا غادي يولي الفرخ عزيز عليه انت، بقى ديما واقف لك فوق الكتف وما عادش يتفرق معاك، يعني فيما مشيتي يبقى يغوت ويتبعك. والحمد لله يعني هذه هي التجربه. انا بالنسبه للتجربه ديالي كندوي على بالنسبه للتجربه ديالي، ماشي
انا مبتدئ ولكن الحمد لله باقي كنتعلم، والحمد لله تعلمت شي حوايج وباقي كنتعلم، وكناخذ من عند الناس اللي الله كيتعلموا والناس اللي تعلموا، والحمد لله هكا هذا. وبالنسبه كما قلت لكم يعني الانواع ديال الطيور والانواع ديال الاسماك اللي كنجيب بزاف، كنجيب لي باسون اورانج الكيبي، كنجيب الانواع ديال الاسماك اللي كيتمشاو ليا صافي، حيت كاين الاسماك اللي غاليين ولكن ما عادش يتمشاو ليا فهاد لونطوراج فين ساكن. يعني كنجيب الكيبي، باسون اورانج، لانغوست، البابوش، لي روكان كما كتشوفوهم، السكانير، يعني السكانير، التترا، هاد النوع هما اللي كنجيب بزاف يعني لهنايا، الاشياء يعني هذاك الشيء اللي كيتمشى بزاف. وكاين انواع اخرين ولكن غاليين، وما ماشي بالنسبه غاليين بالنسبه ليا وبالنسبه للناس ما يقدروش يشريوهم حيت ما يعرفوش يتعاملوا معهم. كما يعني قلت لك يعني هذا هو اول محل يعني بدا في تيكيوين، ويعني الناس مازال ما عارفين كيفاش يتعاملوا مع الحوت، قليل الناس اللي كيعرفوا، يعني صعيب تجيب لهم الحاجه اللي غاليه. يقدر كيجيو عندي الناس اللي بغاو الحاجه اللي غاليه كنجيبها لهم بار تليفون، وهادشي اللي كاين. يعني حتى بالنسبه للطيور دابا ولات معروف بالنوع ديال الكالوبسي، هذا اللي كتسمعوا ليه كيغني الجامبيت، يعني جبتها باقي صغيره كانت مضروبه من راسها وكانت متنتفى، يعني هذاك اللي باع عليها كان كيصحابها هذه غتموت غتموت ليا، ولكن من بعد شافها عندي وتفاجئ لقاها يعني طلت فيها وعرف كيفاش يعني كبرتها بالسورانك، والحمد لله راه ربي سخرها ليا كما كيقولوا، يعني ربي سخرها ليا ودابا راه بخير. هي الوحيده دابا اللي بقات عندي في المحل، انا قديمه ما بغيتش نبيعها حيت بقات سوفينير، وبحال الكوبله ديال البيروش اللي قلت لكم باقي هنايا راه في الفيديو راه شفتوها، يعني هذه قديمه خليتها سوفينير وانا بقيت كنطور في هذا المشروع ديالي، والحمد لله راه ربي ميسر لنا هذا الخير وغادي مزيان. انا الفكره ديالي على حساب هذا المشروع يعني كما ما كانش شي واحد في هذا المونتوراج ودرت هذا المحل، حيت كنشوف من بديت هذا المحل شفت الدراري الصغار كيدوزوا من هنايا كيشوفوا، كاين الدراري الصغار اللي تفاجئت فيهم انا صراحه، يعني كيدوزوا كيشوف كيقولوا واه بابا، واحد النهار جاو عندي شي دراري هنايا يعني بداو كيغوتوا وكيبكيو، ما عمرهم شافوا الطيور ولا شافوا الحوت ولا ما فهمتش، يعني مشت انا بحال هكا شي حوايج كي يعني كياتيريو. والفكره ديالي هي يعني الدراري الصغار يعني يوصلهم الثقافه ديال الطيور، ديال الطيور الزينه كيفاش يعني راه زوينين، كيشوفوا الطيور كيعطيوهم وكيعجبوهم، والحمد لله يعني كاين اقبال. وكما قلت لكم يعني خصوصا في هذا الحجر الصحي الناس تعطوا بزاف لهاد الطيور الحمد لله. بالنسبه لاكادير دابا غادي وكاين الناس يعني الناس غاديين وكيتزادوا في هذا المشروع في هذا النوع في الولاعه ديال الطيور. ويعني هذه هي الفكره يعني ديالي انايا، هو نشد الدراري يعني الدراري عجبهم هذا الخير صافي بقيت انا غادي في هذا المشروع والحمد لله ربي سخر ليا فيه. والفكره ديالي يعني يعني الرساله ديالي باغي نقول يعني الرساله اللي ما يعني شنو هي الام الوالدين، يعني الرساله للوالدين يعني اللي كيدوزوا يعني اللي كيشوفوا يكونوا مع اولادهم يحاولوا يعني وقت ما شافوا شي طيور ولا شي حاجه الحيوانات خصهم يقولوا يباركوا، يعني ديك الله يبارك سبحان الله سبحان اللي خلق هذا الحيوان، ولا يعني ماشي ديك اي واحد طير قداش اي هادو ما خلاونا لا طيور لا 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 هامستر لا سناجيب، يعني خص الانسان تكون عنده واحد يعني يقول الله يبارك حيت هذا الخير هذا كياتيري كيجيب العين. وانا شفت بالنسبه للتجربه ديالي يعني كان الطيور اللي كيجلسوا عندي لمده اسبوع الى كثرت العينين شافوهم كيموتوا ليا، يعني خص العصفور ما يجلسش عندك مده اسبوع، وهذه هي الحاجه يعني اللي انتبهت ليها، يعني الناس خصهم الناس يعني خصهم يردوا يعني يعطيو الوالدين اللي كيكونوا مع ولادهم يبقى يقولوا لهم ولدي يقول سبحان الله الله يبارك. حتى شحال مره انا تفاجات يعني كيجيو الناس والدين وكتلاقيت هما فيهم المشكل، وهذه هي الرساله ديالي اللي بغيت نوصلها انا يعني للوالدين. وبالنسبه كما قلت لك يعني الاولاد من كيديو هاد الطيور الوالدين من كيديو هاد الطيور لولادهم راه كيجيو عندي وكيردوا عليا كيقولوا لي والله الا ولدي فرحتي عليا، ولا كينوض بكري كيغسل الطيور يعني كيعطيهم الماكله كيجي عندي كيتشاور معايا ويا بابا راه شفت
داك العصفور عطى العصفوره فما الماكله وهادي وشتو دخل العشاء. يعني هما كياخذوا افكار كيتوالموا مع الحيوانات وكيدوا منهم افكار. يعني هذه الحاجه هذه يعني حاجه مزيانه في هذا المشروع هذا. يعني بالنسبه لي هو مربح مربح يعني كثير نفسيا صراحه. يعني هو مربح كثير يعني نفسيا. يعني كترتاح. انا كنجي كنحل محل كنشوف الخير هذا وكنجلس مع راسي كنرتاح. يعني والرزق في يد الله كما كنقولوا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.